بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الكرام، سوف نختم بعون الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الحديث على أواخر سورة البلد، وكان السياق الذي تقدم في الأسبوع الماضي هو كما تعلمون مقدمة السورة التي افتتحها الله عز وجل واستهلها بثلاثة أقسام. أقسم الله عز وجل بالبلد التي هي مكة، وأقسم بالوالد وما ولد، وعرفنا خلاف العلماء في تفسيرهم للوالد وما ولد، وأخبر الله عز وجل بعد ذلك طبيعة الإنسان، عن حاله طبيعة الإنسان، وبأنه خلق في كبد. وعرفنا أيضا أن الكبد يعني فسرها العلماء بتفسيرين، منهم من قال بأن الكبد وهو التفسير الأشهر يعني المشقة والمكابدة والمعاناة، ومنهم من قال بأن الكبد هو يعني ما يتعلق بحسن القامة وحسن الخلقة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان. ولا مانع من أن تحمل الآية على المعنيين، ولكن أكثر المفسرين يقولون بأن الكبد هو بمعنى المشاقة والمكابدة والمعاناة. ثم تحدث الله عز وجل عن صفات هذا الإنسان الكافر الذي يفتخر ويتمدح بإنفاق الأموال وتبديد الأموال وتبديد الثروات، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يعني مالا كثيرا عظيما. ثم ذكر الله عز وجل منته على هذا العبد، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والنجدان كما تعلمون، النجد هو الشيء المرتفع من الأرض، وقلنا بأن النجدين أكثر المفسرين يفسرونها بأنها طريق الخير وطريق الشر، ومنهم من قال بأن النجدين بمعنى الثديان، ثديا المرأة، وأن هذا الغلام الذي يولد يهتدي إلى ثديي أمه، وهذه من آيات الله عز وجل العظيمة. ثم الله عز وجل ذكر أنه أنعم على الإنسان بنعم عظيمة، كما كنعمة البصر ونعمة النطق والهداية، ولكنه لم يقابل هذه النعم بالشكر، يعني الإنسان الكافر الذي لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه ولم يحسن في عمله كما أمره الله عز وجل. فالله جل وعلا خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعمة أعظم طريقة وأعظم وسيلة لشكر النعمة أنك توظف هذه النعم التي من الله عز وجل بها عليك، أن توظفها في طاعة الله عز وجل. توظف البصر في طاعة الله، توظف السمع في طاعة الله، توظف النطق في طاعة الله، توظف اليد والجوارح والحركة، وكل ذلك تجعله في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم الوسائل التي يعبر بها العبد عن شكره لنعمة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا في أواخر وخاتمة السورة، قال سبحانه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، يعني الآن الحديث لازال عن الإنسان هذا الذي كفر نعمة الله عز وجل وجحد نعمة الله. الله عز وجل يقول بأن هذا الإنسان فلا اقتحم العقبة. والاقتحام ماذا يراد به؟ ما معنى الاقتحام؟ يعني لما تقول أيوة، الاقتحام هو الدخول بشدة وقوة. نعم، فلا اقتحم العقبة، والعقبة هي أصلها الطريق الوعر الذي يكون في الجبل، تسمى عقبة. يعني كما يعني في بعض البلاد الجبلية في جنوب الجزيرة العربية أو غيرها، أو بلاد اليمن أو نحوها، هذه الطرق التي تكون في الجبال تسمى عقبة، هذه عقبة. فلا اقتحم العقبة، الإنسان يعني لم يقدم على الدخول بشدة، يعبر الطريق، أو لكن الاقتحام قلنا هو الدخول بشدة، قلنا الدخول الاقتحام يفيد الدخول بشدة، فهي العقبة أصلها الطريق الصعب الوعر في الجبل. فالمراد ما المقصود يعني
بقوله فلا اقتحم العقبة، المقصود بأن هذا العبد الذي كفر نعمة الله عز وجل لم يأتي بشكر النعم التي هي الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تحتاج إلى جهد ومصابرة. لماذا؟ لأن الصبر كما هو معلوم أيها الكرام أيها الفضلاء، الصبر أنواع. الصبر كما ذكر العلماء وكما هو مذكور في كتاب الله عز وجل وكما يصنفه العلماء على ثلاثة أنواع: صبر الأول، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر صبر على أقدار الله المؤلمة، صح ولا لا؟ هذه أنواع الصبر. المؤمن والمسلم في هذه الدنيا بحاجة إلى أن يحقق هذه الأنواع الصبر جميعا، يحتاج أن يصبر على طاعة الله. من غير الصبر على طاعة الله لن يقوم بالواجبات ولن يقتحم العقبة. ما الذي يوقظك من فراشك في ليالي الشتاء الباردة، تستيقظ وتتوضأ وتذهب تصلي المسجد؟ أليس هذا من الصبر على طاعة الله؟ هذا صبر على طاعة الله. الإنسان الضعيف الذي ليس عنده صبر يقول يا أخي الله غفور رحيم ويصلي في بيته، ولا لا؟ لكن الذي عنده صبر على طاعة الله هذا يستيقظ ويتوضأ ويذهب يصلي في المسجد لأنه عنده صبر على طاعة الله. صبر عن معصية الله، هذه الفتن التي تطارد الناس وتطارد المسلمين صباح مساء، فتن مرئية وفتن في المال والمكاسب، تفتن في الكسب الحرام، قد تأتيك عروض مغرية مثلا فيها شبهة ربا أو ما إلى ذلك ولكنها تدر أرباحا طائلة، فأنت حينما تمتنع عن الدخول في هذا الباب أنت صبرت عن معصية الله، أليس كذلك؟ قد تعرض لك امرأة فاتنة حسناء تفتنك في دينك، فما الذي يمنعك عنها؟ ما الذي يجعلك تقول إني أخاف الله؟ هو صبر عن معصية الله عز وجل. قد يقع ويجري عليك ما يجري على الخلق من الابتلاءات، يعني هذه الدنيا كما علمنا يعني خلقت من كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقذاء ومكلف الأيام ضد طباعها متلمسا في الماء جذوة ناري، يعني طبيعة الدنيا هكذا، ما تصفو لأحد الدنيا، لازم يعني فيها إما مرض إما حزن إما مثلا اغتراب إما مثلا يعني ضيق في الرزق إما مثلا اعتلال في الصحة إما إلى آخر يعني ما يصيب المؤمنين. ولذلك يقول يعني بعض السلف يقول لا يخلو المؤمن من قلة أو علة أو ذلة، لا يخلو المؤمن من قلة أو علة أو ذلة. قلة يعني الدنيا ما هو دائما يعني الأمور متيسرة ودائما المال متوفر عندك، لا، تمر مثلا بأزمات مالية، تمر طبيعي، هذا طبيعة الدنيا. علة كذلك، الإنسان لا يتصور مثلا أن يكون صحيحا دائما، لا يعتريه مرض، لابد. ذلة كذلك، أنت لا تتصور أنك دائما يعني أنت في المقام القوي، يعني قد تتعرض لمواقف مثلا فيها شيء من الإساءة إليك، في شيء يحزنك، شيء مثلا يعرضك لشيء من الظلم الاضطهاد، قد تتعرض لشيء من ذلك في هذه الدنيا. فإذا هذه كلها تحتاج إلى اقتحام، وحتى يحصلها الإنسان يحتاج أن يقدم عليها بقوة وشدة. ولكن الله عز وجل يصف هؤلاء الكافرين الذين يعني يبددون الأموال ولا يشكرون نعمة الله عز وجل بأنهم ليس عندهم القدرة على اقتحام العقبة، ليس عندهم قدرة على الإقبال على هذه الأعمال الصالحة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وما أدراك ما العقبة، وهذا استفهام، ونحن نعرف أن الاستفهام يأتي على أنواع في التفسير وفي اللغة العربية. وما أدراك ما العقبة، القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك العقبة، وما أدراك ما العقبة، فما نوع هذا الاستفهام؟ ماذا تفهمون من هذا السياق؟ أيوة، استفهام يعني قريب، ليس تعجب لكنه يسمى إيش؟ أيوة، يسمى التفخيم والتشويق. هذا الاستفهام يسمى التفخيم والتشويق، يعني وما أدراك ما العقبة، يعني العقبة هذه شيء عظيم، شيء فخم للتشويق. يعني لما تقول لك مثلا يوم السبت وما أدراك ما يوم السبت، يعني يوم السبت حصل فيه حدث عظيم، تريد أن تشوق الناس مثلا لهذا اليوم، أليس كذلك؟
فهذا يسمى استفهام التفخيم والتشويق. ثم الله عز وجل بعد ذلك فسر ما معنى العقبة، قال فك رقبة، وهذا الذي يسميه العلماء تفسير القرآن بالقرآن. وهذا النوع من التفسير هو أقوى أنواع التفسير وأفضل أنواع التفسير. لماذا؟ لأنه تفسير مباشر للآية، طيب، يعني تفسيرها جاء بعدها مباشرة، فهذا يعني أعلى درجات التفسير. أحيانا مثلا قد يحتاج العلماء أن يفسروا آية بآية، ولكن الآيتان ليست متواليتين، يعني مثلا هذه في سورة وذي في سورة ثانية، فهذا تفسير أيضا من التفسير الذي هو من أعلى الدرجات ولكنه دون هذه المرتبة. مثلا صراط الذين أنعمت عليهم في سورة الفاتحة، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ها، ما هي الآية؟ لا، ومن يطع الله، أيوة بداية الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك، ها، فأولئك الذين أنعم الله عليهم، سورة النساء صح، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فجاء التفسير بعدها، قال الله عز وجل فلاقتحم العقبة، وما أدرك ما العقبة؟ قال فك رقبة. فك الرقبة بمعنى تحرير الرقبة، تحرير الرقبة. طيب، وما المراد بالرقبة؟ الرقبة هنا المقصود بها الرقبة المؤمنة، هو فك تحرير الرقبة المؤمنة. طيب تحريرها من أي شيء؟ تحريرها من أي شيء؟ أيوة، من العبودية الذي هو الرق، ومن الأسر، أحسنت، هو هذا. إذن فك الرقبة يحتمل معنى، يصير فك رقبة بمعنى بأنه فكها من الرق والعبودية، والعتق الآخر أو الفكاك الآخر هو فكاكها من الأسر. حينما يقع أحد المسلمين عند غير المسلمين في الأسر، يحتاج أحيانا أن يعني أن يفتدى بأموال. طيب، فإذا فك رقبة هي فك الرقبة المؤمنة، وتحتمل معنيين، إما أن يكون ذلك من الرق والعبودية، والاحتمال الآخر يكون من الأسر. طيب، فك رقبة، ثم قال بعد ذلك جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الآن الله عز وجل يتحدث عن أي شيء؟ الله يتحدث عن اللي هو وما أدراك ما العقبة، يعني وش المقصود بالعقبة؟ العقبة يراد بها هذه الأعمال الصالحة اللي هي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ما معنى إطعام؟ ما معنى مسغبة؟ إطعام في يوم معروف، لكن مسغبة، ما المراد بالمسغبة؟ أيوة، المجاعة الشديدة. إيه، المسغبة هي المجاعة الشديدة، ليست فقط مجاعة لكنها مجاعة شديدة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ثم قال يتيما ذا مقربة، يعني بدأ باليتيم، إطعام اليتيم، وقال يتيما ذا مقربة. وعرفنا أن اليتيم، من هو اليتيم في بني آدم؟ اليتيم هو من فقد أباه دون الاحتلام، صح؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، قال صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام. ولذلك كما سبق التنبيه، هذا خطأ شائع، يجيك رجال عمره 30 سنة يقول لك أنا يتيم. كيف يتيم 30 سنة؟ ما تصير يتيم. الذي يطلق عليه يتيم، الذي يطلق عليه يتيم إذا ماتت أمه هو أجلكم الله الحيوان، يعني مثلا الإبل، الخراف، مثلا إذا ماتت أمه صغير يسمى يتيم، هذا في الحيوان. وأما الإنسان العكس، إذا مات أبوه فهو الذي يطلق عليه يتيم دون الاحتلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، خلاص إذا يعني بلغ ما يسمى يتيم. طيب، فقال يتيما ذا مقربة، يعني بدأ باليتيم وكذلك القريب. لماذا؟ لأن الصدقة على القريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة أجرها أعظم. وهذه حقيقة، قضية أيها الكرام يغفل عنها كثير من المسلمين، كثير من المسلمين وممن من الله عز وجل عليهم بالمال واليسار والمال، تجد مثلا يسأل عن الفقراء، وين الفقراء هنا، وين الفقراء في البلد الفلاني،
ولما تفتش تجد أن في نفس أسرة هذا الرجل تجد ناس قريبين منه، فعمته، خالته، ابن خاله، تجد ناس قريبين منه في وضع مادي سيء وهو لا يلتفت لهم، يعني كأنه ينظر إلى أن الصدقة على الأباعد أفضل، أو أنها كان أبرأ للذمة، وهذا غلط. يعني المفروض أنك إذا 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 نما إلى علمك وإذا بلغك أن لك قريب يعني من الأقارب ممن لا تجب نفقتهم عليك. أيضا هذا خطأ آخر، بعض الآباء يسأل يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لابني؟ شو كيف تعطي الزكاة ابنك؟ ابنك يجب عليك نفقته، هذا لا يجوز. أو العكس، يعني إلا في حالة واحدة، إذا كان الأب مثلا عليه دين، طيب هل يجب على الابن أن يسد دين أباه؟ يعني أنت يجب عليك لو كان أبوك محتاجا يجب عليك نفقة أبيك، يجب نفقة أبيك. لكن مثلا أبوك عليه مثلا دين 100,000 دولار وأنت تريد أن تقضي هذا الدين من زكاتك، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز يجوز، لأن سداد دين أبيك ليس واجب عليك، أنت تنفق عليه، لكن هذا ليس نفقة، هذا سداد دين من الزكاة. نعم، أي يعني هذا أمر خارجي، يعني أنت يجب عليك أن تنفق على 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 أبيك. طيب، وكذلك الابن، إذا كان على الابن دين يعني أنت يجب عليك نفقة ابنك، لكن هل يجب عليك أن تسد الديون عن ابنك؟ ما يجب عليك شرعا أن تسد الديون على ابنك، وهذه من المسائل التي أظن يعني قد يغفل عنها بعض الناس. قال يتيما ذا مقربة، تبدأ بالقرابة، تبدأ بقرابتك، لأن الصدقة والنفقة على القريب هي صدقة وصلة، صدقة وصلة رحم. ثم قال أو مسكينا ذا متربة، مسكينا ذا متربة. وقد عرفنا من قبل في الدرس الماضي الفرق بين الفقير والمسكين، عرفنا الفرق بين الفقير والمسكين. شو الفرق بين الفقير والمسكين؟ أو منه أيهما أشد حاجة؟ الفقير أشد حاجة من المسكين، والدليل صح، هذا دليل، بدأ الله عز وجل بالفقراء قبل المساكين. في دليل آخر في سورة الكهف ذكرناه الأسبوع الماضي، وأما السفينة فكانت لمساكين، صح؟ معناته أن المساكين يملكون، صح؟ لكن الفقير ما يملك. قال العلماء في الفروق بين المسكين والفقير، قالوا أن الفقير ليس عنده ما يكفيه إلى نصف الحول، يعني الآن عندنا السنة الآن 12 شهر، صح ولا لا؟ الفقير عنده مثلاً مال يكفيه 4 شهور بس أو 5 شهور، ما عنده شيء يكفيه نصف الحول. المسكين قالوا عنده ما يكفيه على ما يزيد من نصف الحول، يعني المسكين عنده مثلاً ما يكفيه 7 أشهر أو 8 أشهر 9 أشهر، لكن ما عنده ما يكفيه لمدة سنة، عرفتوا؟ هذا من الفروق التي ذكر العلماء بين الفقير والمسكين. طبعاً هذه مسألة خلافية يعني بين العلماء، يعني أيهما أشد حاجة، لكن الأقرب والله أعلم وأكثر الأقوال على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. قال مسكيناً ذا متربة، ما معنى مسكيناً ذا متربة؟ ما هي المتربة؟ المتربة، المتربة، ما المتربة؟ ما معنى متربة؟ ما معنى تربت يداك؟ ما تسمع اللغة العربية؟ في اللغة العربية يقول تربت يداك، ترب الرجل، تربت يداه، ها؟ هو دعاء، يعني خرج مخرج دعاء، لكن لا يراد به الدعاء، يعني ها؟ متربة من التراب، متربة من التراب، يقال تربت يداه، يعني 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 صار ما يملك إلا التراب، يعني فقير، هذا المقصود. فمسكينا ذا متربة، ما تسمعون الآن في اللغة العامية يقول هذا ما عنده إلا التراب، ولا ما تقولونها عندكم انتم؟ ها؟ احنا عندنا باللهجه نقول هذا ما عنده الا التراب، ما عنده تراب، يعني مفلس، يعني ها نفض يديه، ها ايه نقول، يعني هذا ليس، يعني يقولون العرب هذا ليس لديه الا التراب، معناته ان هذا يعني معدم ما يملك شيء يعني. طيب، فقال مسكينا ذا متربه، يعني يقال ترب الرجل، تقول العرب ترب الرجل اذا افتقر، ترب الرجل يعني صار ما يملك الا التراب، فقير، ترب الرجل، أي
هو مدح لكن معناه في الأساس يعني تربت يداه معناه الافتقار أصله، لكنه في يستخدم في سياق المدح. مثل قولهم مثلا يقولون الآن مثلا ثكلتك أمك، أحسنت، ثكلتك أمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها. بعدين قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني إن لم تظفر بذات الدين تربت يداك. أصلها دعاء تربت يداك، يعني إن لم تفعل، إن لم تطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم وتظفر بذات الدين والجمال، يعني تقدم الدين فتربت يداك. طيب هذا المعنى. طيب لماذا الله عز وجل حدد، يعني الآن الله عز وجل تكلم عن أنواع من الطاعات والقربات، قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة، لكنه لم يتحدث مثلا عن الصلاة، لم يتحدث عن الصيام، لم يعني تحدث عن هذه الأنواع. ها صحيح، لكنها أيضا طاعات وقربات. طيب فالآن يعني ما هو الجامع بين، حاولوا تستوعبون ما هو الجانب المشترك أو الجامع المشترك بين فك الرقبة والإطعام في يوم ذي المسغبة يتيما ذا مغر؟ الإنفاق. الجامع بينهما الإنفاق. لماذا؟ لأن المال عزيز على النفس، أليس كذلك؟ وكما يقولون المال شقيق الروح، المال شقيق الروح. إخراج المال سواء الواجب الذي هو في الزكوات والصدقات الواجبة أو النافلة الإحسان والبر، هذا يحتاج قوة إيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان. الصدقة برهان. برهان على إيش؟ برهان على إيمانك. نعم، لولا أنك متيقن أن هذا الريال أو هذا الدولار الذي ستدفعه سوف تجده عند الله عز وجل ما قدمته، أليس كذلك؟ فلذلك الآن الله عز وجل تحدث عن هذه لأنها من القربات والطاعات الشاقة على النفس. فكاك الرقبة يعني اعتاق الرقبة من سواء كان من الأسر أو من الرق، هذا يحتاج بذل أموال كبيرة جدا. أحيانا مثلا الأعداء حينما يأسرون مثلا أحد المسلمين يطلبون مبالغ طائلة، طيب من يسدد هذه المبالغ؟ فإن لم يكن هناك إيمان ما تستطيع أن تدفع هذه المبالغ. طيب كذلك الإطعام، إطعام في يوم ذي مسغبة. تعرفون قصة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أصاب المدينة وألم بالمدينة مجاعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ما ضر عثمان ما صنع بعد ذلك أو كما قال. فجاءت قافلة من الشام قوامها أظن 100 بعير أو ما أدري كم، وهي محملة بالأطعمة وبالخيرات وبما يعني إلى غير ذلك من الأزواد والأقوات. فجاءت لما اقتربت من المدينة خرج تجار المدينة لشراء، يعني يريدون أن يفاوضون عثمان على شرائها، فقالوا يعني كم نعطيك فيها كذا، فقال قد وجدت من يعطيني أكثر. فجاء بعضهم قالوا نعطيك كذا، زادوا عليه في السعر، فقال وجدت من يعطيني أكثر، إلى أن يعني رفعوا السعر إلى سعر كبير جدا. وكل ذلك عثمان يعني يجيبهم ويرد عليهم رضي الله عنهم ذو النورين، قال قد وجدت من يعطيني أكثر. فنظر بعضهم إلى بعض، قالوا نحن تجار المدينة، يعني الشاهد الموقف الذي هو أدى إلى تقديم المال. فنظر التجار بعضهم إلى بعض وقالوا نحن تجار المدينة، من الذي أعطاك؟ قال إني وجدت من يعطيني 100 ضعف، يعني 10 أضعاف إلى أضعاف مضاعفة. الله، يعني فتبرع بها كلها لله عز وجل. يعني في زمن كانت المدينة أحوج ما تكون إلى الطعام والأزواج. طيب فقال بعد ذلك إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والله عز وجل يعني يمدح أهل الإطعام كما في سورة الإنسان، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه من خصال أهل الإيمان. نلاحظ أيضا في هذه السورة كيف أن السياق القرآني جاء سبحان الله على نفس الزنا وعلى نفس القوافي. لاحظ القرآن سبحان الله يعني متسق في سياقه. ولذلك قال الله عز وجل مسغبة،
مقربة، مسقبة، مقربة، متربة، كلها على نفس الوزن. طيب، وهذا من يعني بديع وبلاغة القرآن أن يأتي بهذه الطريقة. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ثم كان من الذين آمنوا، يعني هذا الذي قدم هذه الأعمال، أطعم المسكين وفك الرقبة، طيب، وأحسن إلى اليتيم، ثم كان من الذين آمنوا. والإيمان هو الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وقوله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا، ثم هذا يسمى حرف إيش؟ حرف ثم هنا إضافة. أحسنت، هذا الذي نريد أن نقوله ما شاء الله. لكن ثم تأتي بمعنى حرف عطف ولا لا؟ تقول: جاء محمد وعبد الله ثم خالد، صح؟ بمعنى هناك تراخي. طيب، فيعني السؤال اللي كنت أنا سأسأله أبو هيثم ما شاء الله جاوب عليه بدري، الآن كيف الله عز وجل يقول هذا أطعم ثم قال ثم كان من الذين آمنوا؟ أليس الإيمان مقدم على الإطعام أو على يعني هل تنفع الأعمال الصالحة بدون إيمان؟ دحين نسمع الآن يعني إذا هلك ومات أحد الكافرين من غير المسلمين، يموت بعض الأشخاص في بعض البلاد، فتجد بعض الناس يسألون: هل يجوز أن نترحم عليهم؟ كيف ترحم عليهم؟ قال: يا أخي، هذا عنده أعمال إنسانية، عنده صاحب أعمال إنسانية خيرية، فهل هذه الأعمال الإنسانية تنفعه؟ ما تنفعه. لماذا؟ لأن هذه أعمال إنسانية الله عز وجل يكافئه عليها في الدنيا، أليس كذلك؟ ولذلك حينما مات ابن جدعان، هذا أحد كبار وكرام العرب، يقال له ابن جدعان، رجل كريم، وكذلك حاتم الطائي. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان مشهور يعني عند العرب بالكرم، ابن جدعان ما كان يقدمه من القرى، يعني القرى اللي هو إكرام الضيف، ما كان يقدمه من القرى وما إلى ذلك، هل ينفعه عند الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر ربي الله، يعني هو ما فعل هذا لوجه الله عز وجل. ولما جاءت سفانة أخت عدي بن حاتم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا لها أسيرها، كانت تطلب بفكاك أسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا لها أسيرها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، ولولا أنه مات على الجاهلية لدعوت له أو لاستغفرت له، أو كما جاء في الحديث. فيعني الكرم والشجاعة وما يسمى بالصفات الإنسانية إذا لم تكن مقترنة بالإيمان ما تنفع. طيب، فالله عز وجل الآن تحدث عن الإطعام وتحدث عن فكاك الرقبة، بعدين قال: ثم كان من الذين آمنوا. أليس الإيمان مقدم على هذه؟ لماذا أخر الإيمان؟ سمعتم الجواب اللي قال أبو هيثم ولا ما سمعتوه؟ إذا هذا معناته إضافة، معناته يعني كأنك يعني هذا ليس بمعنى ثم لا يراد بها الترتيب والتراخي، لا، وإنما يراد ثم بمعنى إضافة. يعني تقول مثلا: هذا أطعم المسكين ويعني فكر الرقبة، إضافة إلى أنه مؤمن، إضافة إلى أنه، وليس المقصود أنه مثلا بعد ما أطعم وبعد ما تصدق أصبح مؤمن، واضح؟ هذا المقصود. ثم كان من الذين آمنوا، قال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بالصبر، ما معنى التواصي بالصبر؟ والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، تواصوا بالصبر، ما معنى تواصوا بالصبر؟ ما معنى يعني مادة فعل تواصي؟ تواصي يعني يوصي بعضهم بعضا، نتواصى على حفظ القرآن، بمعنى أنا أوصيك أنك تحفظ القرآن وأنت توصيني أني أحفظ القرآن، أليس كذلك؟ يتواصى، إذن التواصي بمعنى أن يوصي بعضهم بعضا. فهؤلاء تواصوا بالصبر، طيب،
وعرفنا أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة والمحزنة. ما معنى الصبر في اللغة؟ لو قيل لك عرف الصبر، وش تعريف الصبر؟ نبغى التعبير الأدق يعني والأوضح. الصبر يقول لك اصبر. الصبر ما حقيقة الصبر؟ ما معنى الصبر؟ ما تعريف الصبر؟ الصبر إذا أردت أن تعرفه، إذا أردت أن تعرف الصبر في جملة مختصرة احفظوها سهلة، الصبر هو حبس النفس. حتى تكون دقيق في التعبير، الصبر ما معنى صبر؟ يعني حبس نفسه، زين؟ فالصبر أن تحبس نفسك عن عما لا يرضي الله عز وجل، هذا هو الصبر. طيب، حبس النفس. طيب، فهؤلاء تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني أن يبثوا ويشيعوا بينهم الرحمة. قال الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. ولذلك الرحمة يعني صفة عظيمة، أن يكون الإنسان في قلبه رحمة، في قلبه شفقة، رحمة على اليتيم، رحمة على الضعيف، رحمة على المهجرين، رحمة على المظلومين. لا يكون المؤمن يعني قلبه جامد. بعض الناس أعوذ بالله يعني قلوب، نسأل الله السلامة والعافية، نزعت منها الرحمة، ها؟ ما يهتم، يشوف يعني قتل، يشوف تشريد، يشوف مجاعة، أبدا ولا تحرك ساكن، يعني هذا كل شيء طبيعي عنده، يعني ما قلوب منزوع منها الرحمة. لازم الإنسان يعني المؤمن أن يتصف بالرحمة، وأن يوصي المؤمنون يعني بعضهم أن يرحم بعضهم بعضا. هذه من الصفات التي يتصف بها الإيمان: الراحمون يرحم الرحمن، القوي يرحم الضعيف، والغني يرحم الفقير. فهذه من الخصال التي لا بد منها. ثم قال الله عز وجل في خاتمة السورة: أولئك. أولئك هذا يسمى إيش؟ أولئك أيوة اسم إشارة للبعيد، والقريب شو نقول له؟ ها؟ هؤلاء أو هذا، هذا أو هؤلاء، لكن أولئك، أولئك للبعيد. أيوة 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 كله أيوة. أولئك يشمل الجميع، ولكن أيضا هذا التعبير أولئك هذا يعني أسلوب للتفخيم والتعظيم، يعني أن هؤلاء منزلتهم كبيرة. تقول أولئك الرجال، أولئك يعني هؤلاء شيء، يعني أسلوب كأنك تعظم من مكانتهم. فالله عز وجل يقول: الموصوفون بهذه الصفات الكريمة أصحاب الميمنة. وأصحاب الميمنة، صاحب الميمنة، ما معنى أصحاب الجحيم أو أصحاب النار؟ أهل النار صح، لكن لو أردنا أن نضيف إليها نقول أهل النار الملازمون لها. إذن الصاحب هو الملازم، ولذلك الله عز وجل يسمي الزوجة صاحبة. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه، وقال إيش؟ لأن زوجتك دائما معك، ولا لا؟ صاحبتك تصاحبك في الدنيا. فإذن هنا قال أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة هم الذين ملازمون للميمنة. وأصحاب الميمنة هم الذين ذكرهم الله عز وجل بأنهم يؤتون كتابهم بيمينهم، هم أهل السعادة، هم أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يؤتى كتابه بيمينه. إذن هؤلاء أصحاب الميمنة. ثم قال بعد ذلك: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. المشأمة يعني أصحاب الشمال، الذين يأخذون الكتاب بشمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والذين كفروا بآياتنا. طيب، ما المراد بالآيات هنا؟ أن عرفنا في بعض الدروس بأن الآيات تنقسم إلى نوعين، تذكرون لما تذكرون الذين حضروا معنا الدروس الأولى، الآيات تنقسم إلى آيات إيش وآيات إيش؟ آيات كونية. إذن عندنا الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الشرعية ماذا يراد بها؟ القرآن، الآيات المتلوة، هذه تسمى آيات شرعية. طيب، والآيات الكونية ما المراد بها؟ مثل إيش؟ أيوة، آيات الكونية، آيات الله الكونية في الكون، السماوات، الأراضين، الجبال، القمر، الكواكب، النجوم، ها؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه كلها آيات،
هذه آيات شرعية. إن كيف عرفنا القصص حنا إلا من القرآن؟ إن كيف نعرف قصة شعيب وقصة هود وقصة نوح إلا من القرآن؟ هذه ليست آيات كونية، لكن ممكن مثلا تكون آيات كونية حينما تمر مثلا بديار المعذبين، ترى مثلا آثار بعض البلاد التي عذب فيها هؤلاء. طبعا المسلم منهي عن أن يأتي إلى ديار المعذبين يعني هذه. طيب، فإذا قال أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الذين يكفرون بآيات الله الكونية والشرعية هؤلاء هم أصحاب المشأمة، هم أصحاب المشأمة، نسأل الله السلامة والعافية. عليهم نار مؤصدة، وهذه آخر آية في السورة، عليهم نار مؤصدة. مؤصدة يعني مغلقة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه ممكن أيضا يعني يستنبط منها الأدلة على خلود أهل النار وتأبيد أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. عليهم نار مؤصدة، هي التي أغلقت عليهم يعني بإحكام وإغلاق، يعني لا خروج لهم ولا سبيل لهم للخروج من هذه النار، نسأل الله السلامة والعافية. الفوائد التي يعني نستفيدها من هذا النص القرآني أن الله عز وجل يذم الإحجام في وجوه البر، يعني الذين يبخلون أن يبذلوا في الطاعات والقربات، وفي الوقت نفسه يبذرون الأموال في الشهوات وفي المحرمات. يعني بعض الآن غير الموفقين، بعض من خذله الله من أهل الغفلة، تقول له مثلاً والله عندنا مثلاً رحلة، ولا عندنا منتجع، ولا حفلة، ها؟ مستعد يدفع 50,000 دولار، ما عنده مشكلة، زين؟ لأن هذه فيها يعني فيها متعة له. تجي تقول له والله عندنا مسجد ولا عندنا مصحف، يقول لك والله الله يعطيك، أو يعطيك مثلاً 100 مثلاً. طيب يعني هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. يعني أن الله عز وجل يذم الذين يبددون الثروات وينفقون الأموال في الأشياء التافهة وربما تكون المحرمة، ويبخل عن الأشياء التي هي العمل الصالح. من الأمثلة الواضحة أيضا في هذا الباب، تجد بعض الناس الآن يعني يسافر ويتنقل ويصرف الأموال الطائلة، فإذا ما قلت له مثلا يا أخي ليش ما تحج؟ في بعض الناس الآن وصل عمره 50 و60 ما حج ومقتدر ماديا. والله في ناس مقتدرين ماديا، متمكن ماديا، ومع ذلك لم يحج. تقول له ليش ما تحج؟ من أهل مكة موجود، وأهل جدة بعد أكثر يمكن، زين، وأهل الرياض أكثر وأكثر. طيب تقول له مثلا ليش ما تحج يا أخي؟ قال والله يا أخي الحج غالي يا أخي، حج غالية، أدفع 17,000 دولار هنا من كندا، 17,000 دولار أو 20,000 دولار كثير، لكن ما عنده مانع مثلا يدفع 30,000 دولار لرحلة ترفيهية أو ما إلى ذلك. فهذا كله مذموم في كتاب الله عز وجل. الآيات تدل على أن الإنفاق في القربات شاق على النفوس ويحتاج إلى إيمان. حتى تنفق تحتاج إلى إيمان وصبر وإقدام وشجاعة. وفي الغالب يا إخوان أن الشجاعة تقترن بالكرم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. لاحظ لما قارن بين الجبن، لأن ترى البخيل جبان، البخيل الذي لا ينفق، وبعضهم يعني حتى قد يكون بخيل على نفسه، يعني بعضهم نسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله نسأل الله السلامة، بعضهم يعني يملك الأموال الطائلة ويبخل على نفسه، حتى على نفسه وعلى أولاده، يعني تجد يقتر على نفسه وعلى أولاده، بخيل على أهل بيته وعلى زوجته. هذا من الجبن، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل. وغالبا تجد أن الشجاع كريم، الإنسان المتصف بالشجاعة والإقدام في الغالب يكون كريم. لماذا؟ لأن شجاعته تحمله على الكرم. كذلك من الآيات نستفيد أن من أفضل القربات فكاك الرقبة، فك الرقبة والإطعام، إطعام المجاعة. الآن إخواننا في غزة وفي جبالية وفي شمال غزة وغيرها من البلاد، وربما في بعض نواحي الشام وفي بعض نواحي اليمن، فقر شديد جدا. فالذي يستطيع أن يطعم أو يوصل الطعام لهم عن طريق قنوات مأمونة موثوقة، يعني تثق بأنها توصل الطعام والمال إلى مستحقيه، فهذا من أعظم القربات، من أعظم الأجور، أن تقدم المال لإطعام المساكين. كذلك الآيات تدل على أن أفضل الناس الذي يجمع بين الصبر والرحمة،
إنسان الذي يصبر ويتصف بصفات الصبر، الصبر بأنواعه الثلاثة، وكذلك امتلأ قلبه رحمة. هذا من خير الناس، الله عز وجل امتدحه في الآيات. الآيات تدل على أن المؤمنين هم الذين يعملون الصالحات، وهم أهل السعادة، وهم الذين يسمون بأصحاب اليمين أو أصحاب الميمنة، فهو في المقابل أهل الإمساك وأهل يعني التبديد الأموال، هؤلاء هم أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال وأصحاب الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا تقريبا ما يوجد معنا في هذه الليلة حول هذه الآيات في خاتمة سورة البلد. وفي الأسبوع القادم بعون الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية، سوف نبدأ بإذن الله عز وجل في التعليق على آيات سورة الشمس، قول الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخر الآيات. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والولد البار، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وفك أسرانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم فرج هم إخواننا في كل مكان، اللهم فرج همهم في غزة وفي السودان وفي إدلب وفي كل مكان، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل رجال غزة في الشهداء وأختم لنا بالصالحات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حياة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء، إنه سميع قريب. وشكر الله لكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.